نعش كرة القدم انطلاقة وتقدم الله وركلة الجزاء ركلة الجزاء للريان ويبدو بأننا على موعد مع مباراة سيكون له رأي آخر تقدم تباتا انتظر تباتا سدد تباتا فتقدم الرهيب في المباراة هدف المباراة الأول تباتا نعم يسجل كرة الواحد صفر هب يوسف حسن ولكن تباتا كانت كرته كلها تركيز وكلها دقة وكلها قوة لتصبح النتيجة 1-0 1-0 وقدم له بعض النصائح لكن فلاديمير فايس لا يحتاج لوقت طويل جدا حتى يعود بالفهود إلى المباراة بل يحتاج لكرة وتمريرة ساحرة كهذه التمريرة ليسجل للغرافة كريستيان غوركوف يا سلام يا سلام على فلاديمير شوف هو سلم هذه الكرة بهذه الطريقة انتظر رد الجميل أن تعود له بهذه الطريقة وبالتالي بعد ذلك ستجد الكرة في الشباك لا محالة فلاديمير بيعدل النتيجة لفهود الغرافة لتصبح النتيجة 1-1 1-1 يعدل النتيجة الآن الغرافة عن طريق فلاديمير وبالتالي عدنا إلى شاهدناها الكرة ترسل للأمام مهدي الله 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 كم هو سعيد الغرفاوي كم هو سعيد الغرفاوي أولا لأنك سجل هذه هي الإعادة الكرة بدأت من هنا صناعة الهدف الثاني بدأت من هنا بعد أن أخطأ لوكاس مينديز من صنع الكرة حارس المرمى يوسف يوسف يصنع هدف حارس المرمى يصنع هدف وبالتالي دائما نقول دور حارس المرمى في كرة القدم الحديثة لم يعد يقتصر فقط على أن يدافع عن مرماه وعن شباكه يوسف حسن يصنع الهدف الثاني للفهود ويا عند محمد جمعة تعود لي كوميون أصبحت الأفضلية الآن للريان أصبحت للريان في هذه اللحظات محمد جمعة في الجهة اليسرى عرضية الكرة ريفاس الله الله يا ريفاس برأسه يعيد الرهيب للمباراة وكأنه كان ينتظر تلك اللحظة فقط محمد جمعة حط كرة عرضية في مكان رائع في مكان جميل وبطريقة رائعة عدت من سباسيان لكن ما تعدي من ريفاس ما تعدي من ريفاس الذي يعيد الرهيب للمباراة 4 أهداف في شوط واحد 4 أهداف في شوط أول لم يكتمل بعد وصولا إلى الدقيقة 37 4 أهداف إنها مباراة جانبي الفريقين لكن 2-2 تبقى مستمرة هذه كرة الله الله على غير العادة يا لوكاس مينديز لوكاس مينديز زاوية مناسبة ومثالية ومهيئة من أجل أن يضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم الفهود بهدف المباراة الثالث 3-2 هذه الإعادة توقع ما لا يخطر على بالك أتوقع اللي ما يخطر على بالك من اللاعبين اللي من نوعية لوكاس مين في هذه اللحظات هذه هي الإعادة هذه هي الإعادة اللي كان فيها مطالبة طبعا من التدخل اللي كان من اللاعب غونزالو فيرا يتقدم فلاديمير يسجل هدف في المباراة الرابعة الفهود بصورة مختلفة في هذا المساء الغرافة بصورة رائعة في هذه المباراة وبالتالي ركلة الجزاء التي تحتسب وتنفذ بكل سهولة وهي الثانية أيضا بالنسبة للغرافة في هذا اللقاء مباراة مليئة جدا بالأحداث وبالتالي هدف المباراة الرابع لتصبح النتيجة 4